تشتغل في حتة القمح دي. الموضوع ده معلش يا دكتور، نعم هو السلايد المرة اللي فاتت متبعتش على ال ام اس. ما انا عارفه. طيب شكرا. ده سؤال جميل. ما انا قصدي ان انا ما ارفعهاش على فكره، ومش هرفعها دلوقتي، ارفعها بعد الامتحان. انت سوسه. ماشي. انت مين؟ انت عمرو صح؟ اه انت عمرو. انت عمرو. اوكي ماشي يا عمرو. نرجع بقى نقول تاني ان احنا قلنا من اهم السلع اللي بيتم نقلها باستخدام السكة الحديد، كان عملنا فوكس على اربع سلع تقريبا، وقلنا ان احنا عندنا القمح من اهم السلع اللي بتتنقل، لان هي بيعود بها منفعة من زراعته على في مصر او من نقله، فهو رايح جاي بيجيب ايه؟ بيجيب منفعة على مصر. قلنا ان احنا هنركز شغلنا على الجزء بتاع الويل دوت. تقريبا السوق العالمي في الجزء بتاع النقل بالسكة الحديد اللي هو السلع اللي بيتم نقلها مينلي بتعتمد على نقل القمح، يعني مصدر الدخل الأساسي اللي بيجي لنا في السكة الحديد مينلي على الجزء بتاع القمح ده. انتوا عارفين ايه هي أكتر الزراعات اللي بيتم زراعتها في مصر غير القمح؟ يعني كمعلومات عامة مش أكتر. القطن يا دكتور؟ ايه تاني؟ الكلام ده بتاع دراسات رابعة ابتدائي. الرز يا دكتور ممكن الرز؟ القمح والرز والقطن وقصب السكر، أنا كنت حافظهم كده صح؟ القمح والرز والقطن وقصب السكر، أنا يعني فاكراه قوي من فعلا من دراسات سنة رابعة يعني. تمام. وبالتالي فهو ليه أهمية استراتيجية عالية جدا. تمام. بلس إن هو ليه أهمية اقتصادية كمان عالية قوي، وعلشان ننقل كميات كبيرة في وقت قليل فإحنا بنستخدم الإيه؟ السكة الحديد. بالتالي إن أنا قبل ما أنقل القمح لازم أبقى عاملة حسابي على حاجتين مهمين جدا جدا، اللي هما إن أنا لازم أعرف أنا هنقل كمية قمح قد إيه. ناخد بالنا من كلمة ويت كاباسيتي. كاباسيتي هنا مش سعة القطارات. لما كنا بنتكلم على التايم تيبل والكلام دوت، لما جينا اشتغلنا على جزء بتاع الكاباسيتي، يعني ايه كاباسيتي؟ يعني ماكسيمم نمبر اوف ترين. هنا دوت كميه الايه؟ ماكسيمم نمبر برضو، بس بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ الويت. تمام. يبقى كميه الايه؟ القمح. ولازم اعرف انا هنقل بقد ايه، مش اذا ما اعرف تكلفتي هتبقى كام. يبقى قبل ما اخد قرار النقل بالسكه الحديد في القمح بالذات، لازم اعرف حاجتين مهمين جدا: كمية القمح المنقول إن شاء الله هيبقى قد إيه؟ وهيكلفني كام؟ والله وزن بادجت بتاعتي خلاص يلا. طيب هو أنا لما باجي بقارن أقول آه لأ ده حلو إن هو يتنقل بالسكة الحديد، بقارن إيه؟ حد يقول لي. ها دلوقتي أنا عندي إن أنا أنقل، عندي كمية قمح عايز أنقلهم، وقدامي مثلا إن أنا أنقلهم بالسكة الحديد، أو إن أنا أنقلهم بعربية مثلا عادية، عربية صغيرة عادية، او انقلهم بشاحنة مثلا اللي هي النقل دي. اعتقد يا دكتور الكمية والمسافة. اشرح لنا بالتفصيل، اسمك ايه؟ امجد. يعني مثلا يا دكتور لو كمية كبيرة مثلا والمسافة كبيرة، فهضطر مثلا قطر مثلا او حاجة كبيرة هي اللي توصل الكمية، لكن لو شوية صغيرين فمش مضطر قطر، ممكن مثلا عربية. لا هو انا عندي كمية كبيرة، ما هو أنا مش هنقل كيلو ولا اتنين، أنا بنقل بالأطنان. تمام. فطالما الكمية كبيرة والمسافة كبيرة، فأكيد التعريفة بتاعت النقل هتبقى معتمدة على الاتنين. ما هي طبعا معتمدة على الاتنين، بس أنا بتكلم دلوقتي أنا عندي تلاتة فرايتي، تلات وسائل نقل بختار ما بينهم. فأول حاجة هتيجي في قدامي، إيه أول وسيلة من التلاتة دول هتاخد الكمية كلها مرة واحدة؟ يعني انت هتبقى عندك وسيله تاخد كميه اللي انت عايز تنقلها مره واحده، وسيله هتاخدهم على مرتين، وسيله هتاخدهم على 10. ففي البدايه انت هتقول ايه؟ جايز الوقت. في البدايه انت هتقول ايه؟ لا انا هنقلهم كلهم مره واحده احسن. اكيد انا هنقلهم كلهم مره واحده احسن. طيب ان كيس ان الثلاثه ياخدوا نفس الكميه، يعني معلش مش فاهم كويس، يعني الثلاث وسائل نقل اللي عندك هياخدوا نفس كميه القمح المنقول. تمام.
ايه الحاجه التانيه اللي هفكر فيها؟ يعني ايه اللي يخليني بقى خلاص ما هم الكميه واحده التلاته هنقول لي نفس الكميه؟ تمام ماشي، ولو ان دي استحاله تحصل بس انا بديك ايه افتراضيه، يعني ايه تاني حاجه ابص فيها او ايه تاني حاجه ابص عليها بحيث ان انا ايه اختار دي ولا دي ولا دي؟ السعر اللي هدفعه عند كل وسيله، تكلفه نقل كل وسيله. ماشي، هنقول ان الريلوي هتبقى ارخص واحده. تمام، بس احنا الكلام ده بنقوله كده افتراضي، يعني احنا بنقوله كده. ايه تاني برضو حاجه مهمه لازم تبقى يعني انا حطاها في اعتباري لما الايه سيفتي الايه؟ ايوه علي صوتك، علي صوتك. الامان يا دكتور، السيفتي ده قبل اي حاجه. انا اصلا بنقل بالسكة الحديد لان عنصر الامان عندي عالي قوي. انا وانا ماشيه بعربيتي ممكن بعيد عن السمعين لا قدر الله حد يثبتني، صح ولا لا؟ نفس الكلام بال 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 بالشاحنة الكبيرة، ممكن تحصل حاجة ربنا يسترها علينا ويحفظ طريقنا جميعا، ممكن لا قدر الله تحصل ايه حادثة. طب ما هو بتحصل حوادث على الريلوي بس مقارنة بالحوادث بتاعت الطرق هي ايه؟ قليلة جدا. يبقى عنصر الامان في النقل ده اهم حاجة عندي، بلس ان انا اقدر انقل كميات كبيرة جدا تمام مرة واحدة. انت بتتكلم ان انت بتنقل في عدد عربيات في طول قطر اصلا طوله 660 متر. لما جينا اشتغلنا على عدد العربيات في المشروع كانوا كم واحدة؟ 32 باين. طيب دكتور، انت متخيل انت بتنقل قد ايه مرة واحدة؟ من الحاجات المهمة جدا ان المسار بتاعها محدد، يعني انا عارفة ان انا همشي على تراك، مش هخش يمين ولا شمال، هو حاجة محددة انا عارفة انا رايحة فين وجاية منين، لدرجة ان انا كمان في نقطة معينة ابقى ممكن ابقى عارفة، هو انا اكيد ببقى عارفة عند الوقت المعين هو في اني حتة على ايه على الخط، وده مش متوافر في الطرق. انت ممكن تبقى ماشي وهو ده اللي بيحصل، لا حتى وانت راكب باص ايه اللي بيحصل؟ مش ممكن الباص يغير طريقه حلقا ان الشارع زحمه والدنيا مقفله. انا اصلا انا ساكنه في مصر الجديده، ماشي، مفيش باصات بتيجي جنبينا خالص خالص، مفيش، هي بتطلع على الشارع من بره. امبارح عشان كان في ماتش بالليل والدنيا زحمه انا شفت باص كبير تحت البيت عندي معدي من تحت البيت عندي، هل هو ده طريقه؟ لا، هو عمل ايه؟ هو لقى ان الشارع بره ماله زحمه واتخنق من الزحمه فاضطر ان هو ياخد ايه مسار تاني. ده ما بيحصلش في السكه، السكه عارفه طريقها، هيطلع من الاوريجنت هيروح للديستنيشن عارف هو رايح فين. في اي وقت انا لو حبيت اتشيك على السكه هنزل مثلا في النقطه المعينه اشوف هل التايم تيبل اللي معايا بيتوافق مع الطبيعه ولا لا، هنزل مفروض ان انا الاقي ان القطر بتاع القمح اللي هي طالع الساعة كذا عشان يوصل المكان اللي هناك الساعة كذا عند النقطة المعينة ديت هيوصلها الساعة كذا. فبقينا دلوقتي النقل بالقمح او النقل سوري بالسكة الحديد عموما هو في عنصر امان، في تحديد للوقت زمن الرحلة بتاعه بيبقى قليل، في ان هو بينقل الكميات كبيرة قوي على مرة واحدة، ودي فايدة بالنسبة لي كبيرة جدا 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 تمام، غير ان هو تكلفته مقارنة بوسائل النقل الاخرى هتبقى ايه اقل ايه ما يمكن. تمام يا باشمهندسين؟ طيب انتوا معايا صح؟ مع حضرتك. طيب انتوا حلوين كده ماشي. قال لي بقى حضرتك لما تحبي تحددي لي كمية القمح المنقول هتعملي لي ايه؟ خلينا نتفق شباب ان احنا الشابتر ده عندنا شويه معادلات، عرفنا كل فاكتور في المعادله معناه ايه خلصنا المساله في ثواني. بمعنى ان انا عشان احدد الويت كاباسيتي كميه القمح المنقول اللي هي الكيو ال، الكيو دي كاباسيتي كميه القمح المنقول عباره عن ان سي في دبليو سي في ان تي ماكسيمم. يعني ايه؟ ال NC هو عدد الايه العربيات، يعني انا دلوقتي عندي قطر فيه 32 عربية بالعربي كده اسمها تركيب القطار،
يعني عدد العربيات اللي فين؟ انتوا شايفين الماوس صح؟ عدد العربيات اللي في القطر بتاعي. ال W ما عنديش فيها مشكلة، هو الويت بتاع الايه؟ بتاع العربية. ال NT اللي هي ال NT الماكسيمم دي هو عدد الترينز في السنة، عدد القطارات في السنة. لما باجي بحاسبك في المسائل دي بحاسبك على القانون، على التعويضة في القانون، على اليونت. انا قلت الكلام ده قبل كده الترم الاولاني، فاكرينه؟ فاكرين انا كنت قايلة بحاسبك على القانون والتعويضة في القانون واليونت؟ كنا في الجزء بتاع ايه؟ تراك ديزاين. ايوة بتاع التراك ديزاين، ممتاز. يبقى انا انت مطالب بالقانون وتعويضة في القانون واليونت. طيب ال NT هو عدد القطارات في السنة، بس قال لي ال NT maximum ليها قانون تاني اللي هو ايه؟ 365 اللي هم ايام السنة في ال working hours. ال WH دي اللي هي ايه؟ ال working hours في اليوم. طب ليه انا حطيت هنا ال working hours؟ ليه ما خدتش 365 مرة واحدة؟ الشباب بتوع المشروع تقدر ترد علي. يا دكتور اساسا ممكن يكون انا مستمع منك حاجه، ممكن تكون يا دكتور السكه الحديد شغاله فتره معينه من اليوم، مش شغاله 24 ساعه. هي لازم، هي ما بتشتغلش خالص ال 24 ساعه خالص. تمام. طب زي عندنا ايه في المشروع؟ ان 3 ارباع القطوره بتمشي من احنا حددنا في الشغل بتاع المشروع بتاعنا ان انا عندي بيك اورز، وقلنا انا عندي منطقه وقت كده ما فيهوش ايه، ما فيهوش باسنجر، اللي هو ايه من 12 بالليل لايه ل 6 الصبح. يعني كده انت خدتي جزء من الوركينج اورز، بس خدتي جزء سوري من ال 24 ساعه سميتيه وركينج اورز. هو ده اللي بيحصل عندنا. انا ما اقدرش اقول لك ان انا القطارات بتاعتي شغاله 24 ساعه، باجي اقول لك القطارات بتاعتك شغاله 20 ساعه 18 ساعه، والناس بتريح، مش في ناس بتنام؟ مش السواقين دول عايزين يرتاحوا؟ مش ال 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 الخط اللي انت ماشي عليه ده محتاج صيانه؟ ايه ده، هو في صيانه بتتعمل كل يوم؟ طبعا. يبقى انا مش شغاله على ال 365 كلهم، انا واخده منهم ايه؟ الوركينج ايه؟ اورز بتاعتي. في واحد ناقص نسبه، في واحد ناقص نسبه، ايه دول بقى؟ ألف واحد ناقص نسبة التعارض، وفي واحد ناقص نسبة الصيانة. لسه حضرتك قايلة إن إحنا على مدار اليوم بيحصل إيه؟ بيحصل صيانة. الصيانة دي بتاخد وقت منين؟ من ال 365 أو من الوركينج أورز بتاعتك. فبالتالي أنا هطرح الوقت بتاع الإيه؟ الصيانة اللي هيحصل، عشان أشوف عدد القطارات الفعلي هيمشي في وقت قد إيه من اليوم بتاعي. يبقى المينتيننس اللي هي الصيانة، والتعارض بتاعي. يعني ايه بقى كلمة التعارض دي؟ قال لي نسبة التعارض هي عدد القطارات اللي هتقف عن التشغيل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي 10 قطارات ماشيين، في لحظة ما لقيت ان في من العشر قطارات دولت قطرين في وقت معين وقفوا ريحوا. فقال لي نسبة التعارض دي، قال لي يعني ايه وقفوا رايحوا؟ هم بمزاجهم؟ اي لا، ما هو بتحصل حاجات انا ما اقدر يعني غصب عني ما اقدرش اتحكم فيها. كهرباء قطعت، كهرباء قطعت، تيار الكهرباء اتقطع، فالقطر وقف، فبقى في عندي جزء من الوقت بتاع الايه بتاع اليوم مفيش قطارات فيه ماشيه، مش لازم اخده في اعتباري حتى لو رقم صغير قوي، هو وارد ان هو يحصل. او مثلا احنا شغالين دلوقتي على نقل قمح، مش ممكن انا واقفه بالقطر بتاعي مش في حاجه بتيجي تاخد مني الحاجات اللي جوه القطر؟ هو العيب الوحيد، هو ما بيعتبرش عيب في نقل القمح، ان هي مش دور تو دور. يعني ايه؟ يعني مش بتاخد منك الحاجه من الباب تسلمها لك للباب، لا، انا باخد منك الحاجه بسلمها لك في ميناء معين، او باخد من الميناء المعينه ديت اروح اوصلها لك لصومعه معينه. ففي حاجات بتنقلي، في شاحنات بتنقلي من ساعة ما بوصل الميناء، تمام، بتنقلي ما بين من السفينة مثلا اللي جايبه لي الحاجة للايه للقطر بتاعي. ممكن الشاحنات اللي بتنقل دي تتأخر شوي، الناس بتتدلع شوي،
فلازم اي تاخيرات ولو بنسبه بسيطه ابقى ده مدخلاها معايا في نسبه الايه التعارض اللي هتحصل عندي، علشان لما اقول لك انت عندك في اليوم، في اليوم كله هتشتغل 19 ساعه بس، طب إيه ليه ما خليتيهاش 20، ليه ما خليتيهاش 21، علشان انا عملت في حسابي ان ممكن يحصل اي تعارض على السكه، وعملت في حسابي ان ممكن يحصل اي صيانه على السكه. تمام. طيب الكلام ده كله مقسوم على لودينج تايم. انا لودينج تايم ده حاجه مهمه قوي عندي. اللودينج تايم ده عدد الساعات اليوميه اللي بيتم فيها تحميل القطارات، عدد ساعات اللي في اليوم، عدد الساعات اللي بيتم فيها تحميل القطارات، من اسمها لودينج تايم يعني بيحصل فيها ايه تحميل للقطارات. طيب القانون بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن ان سي، احنا قلنا ان سي ده النمبر اوف كارز اللي هو تركيب القطار بالعربي على 60. انت مش مطالب خالص باي تحويله، انت مش مطالب خالص باي تحويله، مضروبه في وزن القطار، وزن العربه في 60 على لودينج ريشيو. يعني ايه بقى لودينج ريشيو دي؟ اللودينج ريشيو او اللودينج ريت ريشيو ده معدل التحميل. يعني انا هحمل مثلا بمعدل كل ساعه هحمل قطرين، كل ساعه هحمل 3 قطارات، فاللودينج ريت ريشيو ده معدل التحميل بتاعك زائد شويه التهاب كده. التهاب دي كلها ازمنه منورات. يعني ايه ازمنه منورات؟ يعني التي كار مثلا، مثلا ده زمن اللازم لايقاف العربيه بتاعتك فوق الميزان عشان تتوزن. يعني التي كار، التي كار ده زمن مناوره العربيه عشان يوقفها. طب التي ويت ده زمن مناورة العربية لما تقف فوق الميزان عشان تتوزن. يبقى التي كار أو التي ويت دي كلها أزمنة، أزمنة مناورات أهي. كل شانتينج تايم فور كارز، شانتينج تايم علشان الكارز تتوزن. ولو جينا شفنا اللي بعديها هنلاقي تي يونت ده زمن وحدة القطار. يعني إيه بقى كلمة زمن وحدة القطار؟ قالي هو الزمن اللازم لتقسيم القطار إلى وحدات. يعني ليه أقسم القطار إلى وحدات؟ قالي علشان على حسب اعمال الشحن والتفريغ بتاعتك، على حسب طول السكه بتاعتك، ما اقدرش اقعد يعني املى القطار مره واحده او اقعد افرغ القطار كله مره واحده. لا، انا هقسم مثلا انا عندي 32 عربيه، خلاص هقسمهم كل مثلا 6 عربيات في وحده، فهيبقى من الساعه كذا للساعه كذا هيبقى اول وحده هتتقسم عندي، اول وحده هيتم يعني شحنها او تفريغها. بعد كده عدد العربيات التاني ده دخل في الوحدة التانية هيبقى ايه؟ يتم شحنه او تفريغه على حسب المطلوب منه. يبقى احنا دلوقتي عندنا ازمنة منورات العربية، دي زمن وقوف العربية. التي ويت زمن وزن العربية، زمن طلوع العربية بتاعتك على الميزان عشان تتوزن. التي يونت ده زمن مناورة الوحدة. يعني ايه كلمة وحدة تاني؟ قالي هو زمن بيتم تقسيم القطر فيه الى وحدات عشان يسهل عمليات الشحن والتفريغ. التي ترين انا بحسب بقى زمن مناوره القطر ككل. يبقى كل الازمنه دي، كل الازمنه ديت ازمنه مناورات، ازمنه هستخدمها علشان اشوف اللودينج تايم بتاعي قد ايه، عشان اشوف اللودينج تايم زمن التحميل الفعلي بعيدا بقى داخل فيه وانا بوزن العربيه وانا بوقف العربيه وانا بقسم وانا بشوف الترين كله لما يتجمع على بعضه وهكذا. يبقى اللودينج تايم زمن التحميل بتاعي، بشوف عدد ساعات التحميل اليوم الفعليه لكل قطر، بدخل فيها زمن المناورات كلها اللي داخل معايا. الان دي دي عدد وحدات التقسيم. انا اقول لك مثلا هقسمها 6 وحدات 7 وحدات على حسب الرقم اللي هيجيبه لك، بضربها في زمن مناوره الوحده الواحده، بجمع عليهم زمن الترين بتاعي، زمن مناوره القطر ككل، اجمع القطر كله بقى ايه وايه ابدا امشي. تمام. الثلاث قوانين دول مهمين جدا. هي المساله كل الحاجات اللي فيها بتبقى معاك، ما عندكش فيها مشكله، كل الداتا جيفن، بس ان حضرتك تحفظ لي القوانين وتعوض لي فيها صح وتحط لي اليونتس، هي دي المساله. تمام يا باشمهندسين. يبقى احنا علشان نجيب قيمه الويت كاباسيتي، عشان نجيب قيمه القمح، كميه القمح المنقوله، بنشتغلها بالراجع. يعني بنجيب اللودنج تايم الاول، نحط الأزمنة بتاعته، ناخد اللودينج تايم نحط فيه، ناخد اللودينج تايم نحطه فوق هنا اهو، نجيب الـ NT maximum
لان تي ماكسيمم يعني ايه؟ يعني عدد القطارات الفعليه اللي هيتم تحميلها في السنه. نخش نجيب كميه القمح بتاعتك فين في السنه. في حد عنده اي مشكله في اي فاكتور في المعادلات دي؟ المعادلات دي حفظ، اليونت مهمه. حد عنده اي مشكله؟ سامعيني كويس؟ تمام يا دكتور. طيب انا بقى ما بحبش اسلم باي قوانين كده من غير ما اشوف لها ايه، من غير ما اشوف لها ايه مساله. تعالوا معايا، القمح عايز يتنقل من الميناء الفلاني للصومعه الفلانيه باستخدام 24 هوبر واجونز. هي الهوبر ديت اسم ايه؟ نوع العربيه. 24 ايه؟ واجونز. يعني ال 24 دي ايه بقى؟ حد يقول لي كده. ال ان سي. يبقى نيجي هنا كده نقول ان دي ان سي مش ان تي، مش ان تي. ان تي احنا لسه عايزين نحسبها، هي دي ان بتاعت الكار. تمام. طيب 24 عرفناها ان هي ايه؟ ال ان. ويز 50 طن لكل كار، دي ايه دي؟ دبليو سي. نيجي نعمل لها سهم كده ونيجي نحط لها هنا تكست كده اسمها ايه بقى؟ دبليو سي. هي الدبليو دي وزن، وزن، وزن الايه؟ عربية. وزن ايه؟ العرب اللي عندي، العربة الواحدة. يعني ال 24 في ال 50 ده اللي هو ايه؟ ال ان سي في ايه؟ في ال دبليو سي. تمام؟ تمام؟ طيب بعدين حضرتك بيقول لي ايه؟ احسبي لي كمية القمح اللي هتتنقل من الميناء الاولاني وكمية التفريغ اللي هتحصل في السايلو التاني. يعني عايز يحسب اللودينج في أول حالة، مديني شوية داتا كده، عايز يحسب اللودينج في المينا وعايز يحسب التفريغ في الصومعة اللي عندي. ليه كتبت لك لود وانلود؟ لأن أنا في المينا اللي بيحصل بيتم الشحن، وفي السايلو اللي بيحصل بيتم التفريغ. يبقى أنا عايز أحسب إيه؟ عايز أحسب طاقة شحن وطاقة إيه؟ وطاقة تفريغ. الشحن بيحصل فين؟ في المينا. والتفريغ بيحصل فين؟ في السايلو اللي هي الإيه؟ الصومعة. يبقى أنا عندي حاجتين دلوقتي عايز أشتغل عليهم. الأول خالص هنشتغل العادي بتاع الإيه؟ اللود. أنتوا عارفين إيه الفرق ما بين الاتنين؟ ولا حاجة. اللي فاتح المايك يقفله. عارفين ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كداتا ماشي، الداتا كقوانين قصدي ما فيش فيها اي مشكله. الفرق الوحيد ان التي ويت بتاع العربيه بيبقى بايه؟ بيبقى بزيرو. عارفين يا باشمهندسين لما كنا طالعين على الخط بتاعنا محملين، كنا احنا واحنا راجعين بنقول احنا بنرجع ايه؟ فاضيين. بنرجع فاضيين. هو كمان هو طلع من المينا شحن نفسه رجع لي من الصومعة ماله؟ فاضي. هيبقى فيه وزن؟ لا. يبقى التي ويت بزيرو. لو انا ما اديتها لكش يبقى حضرتك تبقى عارف ان اي حاجه طاقه تفريغ، طاقه تفريغ في الصومعة يعني انلود، يعني التي ويت بكام؟ بزيرو. ماشي يا شباب؟ طيب هو مديني هنا شويه داتا، تعالوا كده مع بعض. هو انا هنا عايزه ايه؟ لو جينا بصينا في القوانين هنا، انا عايزه احسب اللودنج تايم. اللودنج تايم ده انت عايزه لودنج ريت. ال W وال N خلاص ما فيش فيهم مشاكل. انت عايزه حاجه تجيب، عايزه اللودنج ريت، عايزه الازمنه، الاربع ازمنه اللي عندك، وعايزه عدد وحدات التقسيم، بلس ان انت عايزه النسبه بتاعه التعارض والنسبه بتاعه الصيانه والايه والوركينج اورز. هل الكلام ده موجود هنا؟ تعالوا نبص في الجدول كده. انتوا شايفين الجدول ده ولا صغير؟ لا باين يا دكتور. طيب تعالوا كده هنا بيقول ايه بقى الجدول ده؟ بيقول لك ايه يا ستي؟ انت عندك منين لفين؟ عندك البيانات بتاعت، تنزل انت تحت كده، عندك البيانات بتاعت المينا الاولاني سوري، وعندك البيانات بتاعت الصومعه. اللودنج ريت اهو،
في مشكلة. المينتيننس اهي، نسبة المينتيننس عندك تمام، نسبة التعارض موجودة، الوركينج اورز موجودة، عدد وحدات التقسيم، التي كار موجودة، التي ويت موجودة، التي يونت موجودة، التي ترين موجودة. حضرتك محتاج اي حاجة عشان تخش في القوانين؟ في اي ازمة ان انا اكتب القانون واخش فيه؟ قال الداتا كلها عندي. الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن ما ادهلكش التي ويت بتاع السايلو، لان مفروض ان حضرتك عارف ان في التفريغ ما فيش وزن. خلاص انا فضيت اللي عندي، فراجع لك ايه؟ فاضي. اديتها لك او ما اديتها لكش، التي ويت في السايلو في التفريغ بيبقى بايه؟ بزيرو. طب انا الداتا كلها عندي هنا كاملة، وحضرتك مدياني ال NC والWC. سي، ايه المطلوب من حضرتك؟ انك ايه؟ انك تحفظ ايه؟ انك تحفظ ايه؟ قانون. بس كده. نيجي بقى نشوف القانون. نيجي نشوف القانون. طاقة الشحن اللي هي الكيو واحد اللي حضرتك عايزاها. NC القانون بتاعها ايه؟ NC على 60 في كذا في كذا في كذا. 24 ده عدد العربيات. 50 ده الوزن في 60 على لودنج ريشيو. انا جبت اللودنج ريشيو ده منين؟ 8 6 8. تعالوا نطلع كده هنا. 8 6 8. اوكي. في التي كار زائد التي كار بواحد والتي ويت بواحد. تعالوا نتأكد كده. التي هات اهي، الكار بواحد، الويت بواحد. اوكي. زائد واحد على كذا في عدد وحدات التقسيم في التي يونت زائد التي ترين. هو بيقول لي هنا حاطط عدد وحدات التقسيم 2 ضاربها في 2 زائد 29 و8. عدد وحدات التقسيم ب 2، التي يونت ب 2، التي ترين ب 29.8. خدت الداتا اللي في الجدول حطيتها فين؟ حطيتها فين؟ في المعادلة. حضرتك بتتحاسب على ايه؟ بتتحاسب على القانون الكبير اللي حضرتك كاتبه، التعويضة الجميلة اللي حضرتك عاملها، الرقم بالايه؟ باليونت بتاعته. تمام؟ جبنا اللودينج تايم. احنا كنا قايلين احنا عايزين نجيب اللودينج تايم الاول عشان نجيب منه ال NT maximum. نخش في القانون الاساسي بتاعنا. NT maximum 365 في 18. هو مديني هنا الوركينج اورز ب 18. بصوا معايا كده وقولوا لي ايه ده؟ لا دي ب 22. لا ده في السايل. شاطرين انتوا، مركزين اهو انتوا، حلوين حلوين. ب 18 فعلا، في واحد ناقص نسبه التعارض، في واحد ناقص نسبه الصيانه. تعالوا نتاكد. 16% و7%، 16% و7% سوري و7%. اوكي ناخد بالنا ان احنا بنحطها بس في المية. على الرقم اللي احنا جايبينه منين؟ من هنا. هي مو منزل. مش عارف. اهو على الرقم اللي احنا جايبينه من هنا. تمام؟ يطلع لي بكذا ترين بير ايه؟ بير يير. ما بقربش حاجة غير في الآخر. ما بقربش حاجة غير في الآخر. خدت الرقم ده زي ما هو، حطيته فين؟ حطيته هنا. 24 في 60 هي 24 في 60 و 24 في 50. هي كانت بكام؟ ب 50. شفتوا؟ 24 في 50 في ايه؟ الرقم اللي جاي من هنا. هيطلع ب 2.325277. احنا هنقرب تقريب الرياضة. يعني ايه؟ يعني اقل من 5 ما يقربليش، فوق 5 يقرب لي 1. تمام؟ يعني طلعت 2.6 تبقى 2.4، 2.36 تبقى 2.4، طلعت 2.31 تبقى 2.3. اتفقنا؟ اتفقنا؟ تمام. ماشي. ايه اللي مطلوب تاني؟ قال لي عايز طاقة التفريغ الانلودنج. هو هو نفس القانون بس بالارقام التانية بتاعت الايه؟ بتاعت السايلو.
هلاقي هنا ان التي ويت بكام؟ بزيرو. ده اللي يفرق معايا قوي. اللودنج ريشيو والتايم والتايم يونت التي يونت والتي ترين والكلام ده كله، كل الكلام ده موجود عندك فين؟ في الجدول، البيانات بتاعه الجدول التاني. انا ممكن ما اديكش دي، فما تجيش في الامتحان تقول الجدول ناقص. لا، حضرتك عارف ان في التفريغ بتبقى تي ويت بكام؟ بزيرو. عدد وحدات التقسيم، ناخد بالنا بس ان عينك ما تتلخبطش وتشوف بيانات البورت. الجزء بتاع المينا ده هيبقى الشحن وهيبقى اللودنج، والجزء بتاع الصومعة هيبقى الانلودنج وهيبقى التفريغ بتاعي. تمام؟ هنا دي مفروض نخليها ايه؟ 60. لا 50 زي ما هي، صح. ماشي يا شباب. ماشي يا بشمهندسي. هي دي الخلطة، معلش. تمام؟ نفس القانون، بس هحط فيه البيانات التانية. نسبة التعارض ونسبة الصيانة هيبقوا مختلفين على حسب الداتا بتاعت الجدول بتاعي بتاعت السايلو. وهناخد الرقم اللي هيطلع لي من اللودنج الانلودنج، نحطه في القانون يطلع لي رقم. اروح واخد الرقم دوت مدخلاه في القانون الاساسي، طلعت لي 2.3. ناخد بالنا ان هنا هتلاقيها طالعه لك مثلا 2.27، فخليناها 2.3. هتلاقي دي مثلا طالعه لك 2.32، فخليناها 2.3. في حد عنده اي مشكله في هي المشكله انك تحفظ القانون، المشكله انك ايه؟ تحفظ القانون بتاعنا. بس اوفرول هما قوانين بسيطه، تبقى عارف بتجمع ايه. الداتا كلها بتبقى عندك، ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. ان شاء الله. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ سؤال بس يا دكتور، هو طبيعي ان الرقم دايما يطلع هو هو؟ لا، اما انا بقولت لك هو مش هو هو. ما هو كده اللي شحنته هو هو اللي فرغته، مش ده المنطقي؟ ما هو ده مش شرط ماشي، لو احنا بنتكلم في الطبيعه يعني، ما انا هشحن حاجه هي اللي هنزلها، بس انا ممكن اشحن حاجه فاديكي بيانات حاجه وافرغ حاجه تانية فاديكي بياناتها. تمام. هو لا، مش شرط طبعا الاثنين يبقوا زي بعض. تمام. هي الفكره يعني مش شرط ان اديكي نفس البيانات لحاجه واحده بس، يعني ممكن اديكي تشحني كميه معينه وتفرغي كميه تانية. او هتشحني كميه معينه وتلاقي ان انت بتفرغي جزء منها بس. تمام ماشي. فمش شرط الرقمين يبقوا ايه؟ يبقوا زي بعض. طيب تمام ماشي يا باشمهندسين. في حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ يبقى احنا اول حاجه دلوقتي عايزين نعرفها، او اول حاجه عرفناها اوريدي، ان احنا عايزين نجيب كميه القمح المنقول. كمية القمح المنقول دي معتمدة على اللودينج تايم بتاعي. كمية القمح المنقول معتمدة على أنا هنقل كمية قد إيه؟ سوري، أنا هنقل كمية قد إيه؟ بعمل الحسابات بتاعتها على أساس إن أنا عندي معدل تحميل يومي وعندي عدد قطارات هتتحمل في اليوم. بشوف معدل التحميل الفعلي بتاعي قد إيه؟ هيحمل لي بالفعل كم قطار؟ اخش اشوف كميه كميه القمح المنقوله. ماشي. طيب احنا اول حاجه قلناها واحنا بنشتغل، احنا عايزين نشوف حاجتين. عايزين نشوف كميه القمح اللي هتتنقل قد ايه، وعايزين نشوف تكلفه القمح قد ايه. طيب احنا عرفنا القوانين اللي بيها نقدر نجيب ايه؟ نقدر نجيب كميه القمح المنقول. طيب احسب ازاي تكلفته؟ تعالوا معايا بقى.
قالي عشان تحسبي تكلفة نقل القمح القانون بتاعها كبير شوي، القانون بتاعها كبير شوي. دكتور الصوت قطع. تمام، بسيط بسيطه في القانون. بسيطوش في القانون. صوت قطع يا دكتور. صوت حضرتك كان قاطع. الايه؟ صوت حضرتك كان قاطع الحبه اللي فاتوا دول. طب معلش نبص تاني في القانون. القانون عباره عن سي. فاكرين احنا الجزء بتاع الكوست اللي خدناه الترم اللي فات؟ فاكرين خدنا كده نبذة بسيطة عن الكوست بتاعتنا. أنا هنا هشتغل على نفس الكونسبت، بس هقسم الكوست بتاعت النقل بتاعت القمح بالذات لأجزاء بتخدم كل جزء في القطر بتاعي. يعني السي بتاعتي الكوست التوتل بتاعتي عبارة عن 2 سي تي، هنعرف إيه حالا. الان والدبليو خلاص عرفناه، واتنين سي سي هنعرفها حالا، سي ال سي اس على ال زائد ترم كبير قوي كده. اللي في الترم ده انت عارفه قيمة ايه؟ قيمة ايه؟ الكاباسيتي بتاعتي الكيو. ماشي، احنا خلصنا جبنا الكيو من المعادلات اللي فاتت. ناخد الكيو اللي احنا جبناها نحطها هنا. تمام، حطيناها هنا، عايزين نعرف بقى باقي الفاكتورز دي ايه هي. تعالى معايا السي تي والسي سي والسي اس دي اليونتس كوست. يعني ايه؟ يعني تكلفه القطر، تكلفه العربيات، تكلفه الستوك بتاعك. يبقى تاني السيهات الكتيره اللي مكتوبه دي عباره عن تكلفه كل وحده من وحدات القطار بتاعك. اذا كانت تكلفه القطار ككل، اذا كانت تكلفه العربيات، اذا كانت تكلفه الستوك اللي هيبقى محطوط. كل واحدة بقسمها على الـ 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 الوظيفة بتاعتها. يعني القطر هيتقسم على عدد قطارات، عدد العربيات في وزنهم. السي سي اللي هو العربية، تكلفة العربية هتتقسم على وزنها. والسي اس اللي هي بتاعت الستوك هتتقسم على طول مسافة النقل. انت مش عايز تنقلي لي كمية، تنقليها لي مسافة قد ايه؟ يبقى تاني السي تي بتاعت الترين هتتقسم على تركيب القطارات تركيب القطار في وزن العربيات. سي سي هتتقسم على وزن العربيات. سي اس اللي هي بتاعت الستوك هتتقسم على طول مسافة النقل. يبقى دلوقتي لما اجي اقول لك انت معاك ثلاث ارقام، ثلاث ارقام دي مثلا رقم اليونت بتاعته ترين بير كذا، يبقى اليونت هي اللي تقول لي ان الرقم اللي حضرتك كاتباه دوت هو بتاع الكوست بتاعت التي. او كاتبه لك رقم كار بير كذا، فما دام فيها كار تبقى هي الجزء بتاع السي سي. هتلاقي ان انا حاطه لك الاختصارات اصلا جنبها، يعني هي سي تي ما بتتكتبش سي لوحدها، ما بتتكتبش سي تانيه لوحدها، لا بتتكتب على حسب انت هتحطي تكلفه ايه فيه، زائد السي اس اللي هي بتاعت الستوك على طول مسافه النقل. الاول ثلاثه ترم دولت ما فهمش مشكله، المشكله الاساسيه في الترم الكبير ده. بي سي من اسمها كار برايس، كار برايس تكلفه العربيه. ار اس رولينج ستوك، رولينج ستوك سيب الايه على جنب. الكيو هي الكاباسيتي بتاعتي اللي احنا لسه حاسبينها،
والال زي ما قلنا هي مسافه النقل. الال سوري هي مسافه النقل. ايه هي بقى الاي دي؟ قال لي الاي دي الريبليسمنت بتاعتك. هو انت مش هتنقلي يعني عندك عايزه تشوفي الفلوس قد ايه كوست، يعني بتترجم لايه؟ لعدد سنين في فايده. مش احنا ده الكلام اللي قلناه الترم اللي فات؟ كوست بتترجم لعدد سنين انت هتقعدي تنقلي قد ايه، والفايده اللي هتعود عليكي قد ايه. يبقى الاي هي الريبليسمنت بتاعتي اللي هي جواها عدد السنين اللايف تايم ايج بتاعك والريشيو بتاعه البنفيت بتاعتك، العائد اللي هيرجع عليك. القانون بتاع الاي ده هيبقى جيفن، القانون بتاع الاي ده جيفن، بس حضرتك توظف فيه قيمه الان وقيمه الار بطريقه سليمه. يبقى انت دلوقتي عندك اليونت كوست كهذا، وعندك الكار برايس، وعندك رولينج ستوك، وانت لسه جايب الكيو، مش انت لسه جايبه حالا من القوانين، تخش في القانون بتاع الاي هيبقى جيفن بنسبه البنفيت وبال الايج بتاعك، تخش تكتب لي بتساوي كذا جنيه لكل طن في الكيلو. اليونت مهمه جدا، اليونت مهمه جدا، اليونت مهمه جدا. القانون ده حفظ؟ اي نعم. طب تعالي نطبق عليه. قبل ما نطبق القانون ده، مشكلته ان انا لو جيت قلت لك انت عندك مثلا ثلاث مواني هيصبوا في ثلاث صوامع، احسب لي تكلفه كل واحده فيهم. فالمطالب من حضرتك ايه؟ ان انا اديك بيانات الثلاث مواني، ومطالب من حضرتك ان انت تعيد الشغل كم مره؟ كم مرة؟ ثلاثة. ثلاثة على حسب البدايل اللي انت مديهاني. طب دلوقتي هل منطقي؟ طب انا عايزك تجرب لي 10 صوامع، هتنقل من 10 مواني ل10 صوامع، هتكتب لي القانون ده 10 مرات؟ هي باشمهندسين دي حاجة منطقية يعني؟ لا يا دكتور. قال لي البديل بتاع القانون تشارت جميل قوي كده بتاع بيربط لك الكوست بتاعتك بعدد المنقول وهيتنقل مسافات قد ايه. انا كنت بحب التشارت ده جدا. ليه؟ انت عايز تعرف هتنقلي بكام. كده قلت لك انت هتنقل مسافه نقل 800 كيلو، هتنقل مسافه نقل 800 كيلو. الكيو بتاعتك 2.3 مثلا، او الكيو بتاعتك 1.3، فايه اللي مطلوب من حضرتك؟ انت هتعمل ايه ساعتها؟ هتشتغل بالقانون، تيجي عند 1.3 تخبط ال اللي هو قايل لي عليها، ترجع لي بالراجع تقول لي التكلفه بتاعت حضرتك اهي. انت شفت انا عملته ايه ولا هو بتاع مش باين؟ لا تمام باين. تاني، لو انا اديتك اكتر من بديل وجيت قلت لك شوف لي تكلفة البدائل دي قد ايه، مش طبيعي ابدا ابدا ان انا اعيد القانون بتاعي على عدد البدائل اللي حضرتك بتقولي لي عليها. واحد اتنين تلاتة، هعيد القانون تلات مرات مفيش مشكلة، بس كتير حتى تلاتة يعني كتير. فقال لي البديل بتاع القانون الكبير ده ان انت يبقى عندك حجم المنقول ومسافه النقل، يبقى عندك الكيو وال ال. الكيو بتاعتي 1، هنقل مليون طن في السنه ماشي، بمسافه نقل 200 كيلو. حضرتك هتيجي عند 1 تطلعي لي كده زي الشطره تخبطي لي الايه ال 200، خبطتي ال 200 تروحي جايه لي كده تشوفي لي كميه الفلوس اللي انت عايزاها قد ايه. تمام. التشارت ده بديل عن ايه؟ التشارت ده بديل عن ايه؟ بديل عن القانون اذا كان عندي كم ايه اكتر من بديل. اذا كان عندي اكتر من بديل، والله لو هو حبك في المسألة إنك تشتغل بالقانون
هيقول لك صراحة او مش هيديك التشارت. بس لو اداني التشارت واداني اكتر من بديل فمش منطقي ان انا ايه ان انا اقعد اشتغل بالمعادلة. تمام؟ مش منطقي ان انا اقعد اشتغل بالايه بالمعادلة. عرفنا الفرق؟ طيب تعالوا نشوف المسألة كده ونشوف نحلها ازاي. ما تقري لي يا انجي. Calculate the cost of transporting a weight within a unit LA per ton dot kilometer if the rolling stock is 652 cars. طيب في كده دقيقة واحدة. تعالي كده هنا عند ريها دي نقول ايه. هو بيقول لي ان الرولينج ستوك بكذا، يبقى نعمل كده السهم ونروح كاتبين على السهم ده اللي هي اسمها ايه ار اس. تمام اتفضلي. يبقى الرولينج ستوك بتاعي 652 عربية. ها اتفضلي. مديني الكار برايس. علي صوتك شوية. ال اي والترانسبورت وكده مديني الكار برايس اللي هو البي سي. ايوه اللي هو بي سي. تمام. الترانسبورت ديستانس ايكوال 290 كيلومتر. يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها ال. اصبري عليا. دي اسمها كده راحت فين؟ دي اسمها ال. تمام. مديني الويت كاباسيتي اللي هي الكيو. والله كتر خيري والله. المفروض هنا اديك الداتا اللي بيها تجيب لي ايه؟ الويت كاباسيتي. الويت كاباسيتي هو بقى مشكورا راح مدينا ايه؟ الويت كاباسيتي على طول بالرقم ده. دي اللي هي اسمها ايه بقى معلش كده فكريني؟ كيو. كيو. تمام كملي. There are 25 cars with 50 ton weight. عندي 25 عربية كل واحدة 50 طن. معلش معلش قولي لي كده فين ال N وفين ال A؟ ال 25 NC. دي 25 NC. NC تمام. ما أنا معاكي أهو استني أكتب بس اللي أنت بتقوليهولي. و الخمسين هي ال W C. والخمسين هي ال W. في حد واقع مننا في حاجة واحنا بنحل؟ في حد واقع مننا في حاجة؟ طيب تمام. ادي ال N يا ستي وادي ال W. اوكي اتفضلي. The units cost are 23 LA per train dot kilometer. ثواني بقى ثواني بقى. 23 جنيه لكل ايه؟ لكل ايه؟ ترين. لكل ايه تاني؟ ترين. يبقى دي بتاعت ايه؟ دي السي. السي بتاعت الترين. عرفتي منين؟ من اليونت اللي مكتوبه لي. هو ما قاليش اصل صراحة دي ايه؟ تمام. بس في اليونت هنا كاتب لي ان هي ايه؟ جنيه لكل قطر في الكيلو. جنيه لكل قطر. يبقى دي تكلفة السي تي. اللي بعده و 3 ال اي بير كارد وكيلو. يعني بير ايه؟ كل كار اللي هي تاني 3 ال اي بير كارد وكيلومتر. تاني مدين بير كار يعني كل عربيه كار. يعني هنا كتب لي ترين فانا قلت لك ان ده السي تي. هنا كتب لي كار يبقى انا قلت لك دي ايه؟ دي سي سي. جه بقى قال لي واتنين اللي ايه لكل ايه؟ طن. طن. طن ده يعني ايه؟ رولينج ستوك. يبقى دي بتاعت ايه؟ سي اس. سي اس. تمام يا باشمهندسين؟ في حد مش فاهم الجزء ده بالذات؟ لان دي ما بتتكتبش صراحة. ما بقولكش تكلفة كذا وكذا. انا بكتبها لك وحضرتك بتترجم الايه؟ اليونت. ترين يبقى سي تي. كار يبقى سي كار. طن يبقى بتاعت الرولينج ستوك. تمام تمام يا باشمهندسين كملي حبيبتي.
The benefit ratio is 8%. ده اللي هو ال R. اللي هي ال R small. تمام. عرفت منين؟ لأن هو مديني القانون بتاع الـ A وقايل لي صراحة إن هي إيه؟ هو بيقول لي الـ benefit بتاعتك. دي اللي هي قيمة الـ R أهي. تمام؟ و lifetime age 30 years اللي هي الـ N. اللي هي الـ N. في أي حاجة في المسألة مش واضحة؟ أصبحت يا دكتور. اتفضل. هو ايه هو رولينج ستوك؟ رولينج ستوك. طب حد يرد عليه كده. ايه ده، هو انتوا كلكم مش عارفين؟ ايه ده بجد؟ طب ما بتسألوش ليه؟ باشمهندسين، باشمهندسين معاك يا دكتور. هو انتم مش عارفين ايه هو رولينج ستوك ده؟ تقريبا عدد العربيات اللي بتحمل القمح. عدد العربيات اللي فيها القمح. اللي فيها القمح. يعني دلوقتي انا عندي الستوك بتاعي ال ال حجم، مش عايزاها تبقى حجم المنقول عشان ما تتلخبطوش، بس هي مين لي حجم المنقول؟ يعني هي مين لي عدد العربيات اللي هتنقل لي القمح ككل. هو حجم المنقول فعلا. ان احنا هنيجي في لحظه في الشغل هقول لك ايه؟ هقول لك ان انت عندك جزء من الاجزاء في ال بالظبط الترجمة بتاعتها الفعلية هي طاقة الأسطول المخصصة للنقل. أنا كنت عمالة بطلع لكم بس الإكسبريشن صح. طاقة الأسطول المخصصة للنقل يعني عدد العربيات الجاهزة لنقل القمح بتاعي. عدد العربيات اللي فيها قمح 652 عربية. هم دول اللي عايزين يتحطوا في العربيات بتاعة القطر بتاعك علشان يتم نقله. طاقة الأسطول اسمها. تمام يا باشمهندس؟ يبقى هو احنا عندنا 652 عربية عايزين يتوزعوا على عدد العربيات اللي عندي اللي هي فين؟ في القطر بتاعي علشان يتم نقلهم. هي ده طاقة الأسطول. أنا عندي 652 عربية فيهم قمح عايز أنقلهم، عايز أنقلهم باستخدام القطر. القطر اللي فيه 25 عربية. تمام؟ وصلت يا باشمهندس؟ تمام، شكرا دكتور. يبقى تاني رولينج ستوك دي طاقة الأسطول بتاعي، عدد العربيات اللي فيها قمح عايزة تتنقل، عايزة تتنقل باستخدام القطر بقى بتاعك اللي فيه 25 عربية. أوكي؟ أنا مش عارفة ما دام عندكم سؤال أنتوا ليه مش بتوقفوني تسألوني؟ ماشي. يبقى إحنا كده هنا في الإكزامبل عندنا كل ترجمنا المسألة بتاعتنا كلها بالإيه؟ بالرموز اللي تساعدني إن أنا أخش في القانون بتاعك، القانون الكبير ده، وأطلع لك تكلفة نقل القمح قد إيه. أول حاجة أنا هعملها أنا هتكلم على الإيه. هخش في القانون بتاع الإيه، أحط فيه 8% وأحط فيه 30 سنة اللي هو قايل لي عليها، 8% وال 30 سنة. دخلت في القانون بتاع الإيه، طلعت لي برقم. حطيت القانون الكبير بتاعي بتاع السي وبدأت أعوض فيه. عرفتي منين إن السي تي ب 23؟ لما جيت قريت المسألة ترجمت إن أي يونت كوست فيها ترين تبقى هي السي تي، فيها الكار تبقى هي عدد الإيه بتاعة الكار، فيها طن يبقى هو تكلفة الأسطول بتاعي، طاقة الأسطول بتاعي أو الرولينج ستوك بتاعي. حطيت 2 في 25 في كل الكلام دوت، عوضت المسافة النقل بتاعتي 290 هو مدهاني، البرايس هو كان مدهوني هنا 805,000 اهو حطيته، الرولينج ستوك 652 هي فين اهي، وفي عندي هنا الويت كاباسيتي 825,000، جينا تحت 825 في 1000 في طاقة الال بتاعتي في قيمة الاي، طلعت لي بالرقم. في حد عنده أي مشكلة في إن أنا أحفظ القانون وأعوض فيه؟
الطبيعي ان انا ما بخليهاش 0.3 جنيه، مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ بضربها في 100 وبحولها للبياستر للقرش، ماشي؟ او لو سبتها كده انا ما عنديش فيها مشكله، بس انا بتكلم في الـ في الـ في, الـ في الشكل العام. يعني مفيش حاجه اسمها 0.3 جنيه، يعني تيجي تقولي ايه 0.3 جنيه دي، تمام؟ يا اصلا ممكن تطلع مليون جنيه وانا هنا مش هو، هي هتطلع مليون، تمام يا باشمهندسين؟ عايز سيبها كده من غير 100، من يعني اضربها لي في 100 افضل وحولها لي القرش. المشكله الاساسيه اللي انا شايفاها ان انا احفظ القانون بس، غير كده انا شايفه الموضوع سهل كتعويض، تعويض مباشر ما فيش فيه اي فكره. في حاجه مهمه قوي بقى، ودي من الأسئلة الأساسية بتبقى في الامتحان، اللي هي إيه بقى؟ Find the relation between the cost وال L وال T around time. إيه بقى ال T بتاعت ال turn around time دي؟ قال لي ده زمن دورة العربة. يعني إيه زمن دورة العربة؟ يعني الزمن اللي لازم إن العربية بتاعتك تاخد دورتها كاملة في التحميل وفي الوصول. طيب ما ينفعش افايند ريليشن دي اللي هي ما بين السي والال والتي من غير ما يديني الجزء ده. لو ما قاليش المعلومه دي انا ما اقدرش اعمل فيها حاجه، ما اقدرش ما اعرفش اجيبها، ما اقدرش اجيب العلاقه ما بين السي والال والتي الا لو قال لي ان الرولينج ستوك كاباسيتي بتاعتك، ان طاقه الاسطول بتاعتك بتساوي حجم المنقول من المينا للصومعة. يبقى لازم يقول لي ان الرولينج ستوك كاباسيتي بتاعتك هتساوي حجم المنقول ترانسبورتد ويت من المينا للصومعة. لو ما اتقالتش ما اعرفش اجيب العلاقة. علشان اجيب العلاقة ما بين السي والال وادخل فيها التيرن اراوند تايم، لازم يقول لي ان الرولينج ستوك كاباسيتي للقمح المنقول بيساوي الكمية الفعلية للقمح اللي هيتنقل من المينا للصومعة. لو قال لي الجزء ده ساعتها أنا في قانون عندي جديد هقدر أشتغل عليه، اللي هو Q بتساوي Rolling Stock الـ WC 365 في 1 ناقص نسبة المينتيننس على T. نسبة المينتيننس هنا غير نسبة المينتيننس اللي كانت في القانون بتاع الـ NT Maximum. نسبة المينتيننس هنا كانت بتاعة العربيات اللي هتتحمل، نسبة المينتيننس هنا بتاعة الرولينج ستوك. فهتلاقيه لو قالك الجملة دي هتلاقيه مديك نسبة مينتيننس مختلفة. والغلطة الشائعة اللي بتحصل في الجزء ده ان انت بتاخد نفس نسبة المينتيننس، وده غلط. نسبة المينتيننس هنا خاصة بالرولينج ستوك، فهتلاقيه في المسألة لو طلبها منك مديك النوت دي جنبيها ان المينتيننس بتاعتك بكذا. المشكله ان انت ما بتبصش عليها وبتاخد المينتيننس اللي انت شغال عليها من البدايه، ودي غلط. طيب حد يقول لي انا عندي قانون السي وعندي قانون كيو جديد كده اتحط، القانون ده مش هيتحط غير بالنوت دي، اللي هي ايه تاني للمره الثالثه هقولها؟ ان الرولينج ستوك طاقه الاسطول بتاعتك بتساوي حجم المنقول من المينا للصومعة. Rolling stock capacity في بتاعة ال wheat transport بتساوي transported wheat from port to silo. طب أنا دلوقتي عندي القانون بتاع السي الكبير أهو، وعندي قانون جديد بتاع الكيو، إزاي أجيب relation ما بين السي وال L وال T؟ حد يقول لي. مش مهندسين، أمجد، مين ندى؟ فين ندى؟ أيوة يا دكتور مع حضرتك. هي ندى أجيبه إزاي؟ أنا عايزة أعمل علاقة ما بين السي والإل
والتي، عايز اطلع قانون في سي وال وتي، وعندي قانون في سي وعندي قانون في كيو، وقانون اللي في كيو ده في تي صغننه كده ايه شايفاها. يا دكتور عوض بكيو معادله عوض عوض تاني، سامعني مش سامع صوتك بيقطع. عوض الكيو في معادله سي. طب انت شاطر اهو، انت اسمك ايه؟ خالد. خالد عبد الخالق. عبد الخالق، اه اهلا وسهلا. ايه يا ندى، عبد الخالق قال لك ايه؟ هنا عندي كيو اهي صح، هشيل الكيو دي، هشيل الكيو اللي محطوطه هنا دي صغننه دي، وعوض بيها بايه؟ بالقانون بتاع الايه، بقانون الكيو ده. شو بيقول لك ان الكيو دي اللي في القانون بتساوي كيو دي؟ شو هو قال لي كده هنا؟ الطبيعي ان الكيو اللي كانت هنا، الكيو اللي في القانون بتاع ال ان السي ده، هي عباره عن ان سي في دبليو سي في ان تي ماكسيمم، مش ده اللي احنا لسه شارحينه؟ مظبوط. طب انا قلت لك بقى بالنوت دي ان لا، الكيو دي اللي هي اللي انت جايباها دي اللي عندك دي هتساوي الكيو بتاعه الرولينج كاباسيتي. طب خلاص، ما انا هشيل الكيو بقى بتاعه القانون بتاع الرولينج كاباسيتي، واحط هنا بدل الكيو الار اس في الدبليو سي في 365 في 1 ناقص نسبه المينتيننس على التي. يبقى القانون ده الكبير بقى علاقه ما بين السي والتي والال، صح ولا انا غلط؟ صح ولا انتوا وقعتوا مني؟ تمام يا دكتور. يبقى نقول تاني، لما يديني النوت ان الرولينج ستوك بتاعي قد حجم المنقول من المينا للصومعه، يعني قيمه الكيو اللي موجوده هنا ما بقتش الكيو اللي احنا لسه شارحينها، بقت الكيو الجديده دي. هاخد الكيو الجديده دي احطها فين؟ في المعادله، واطلع علاقه ما بين السي والتي والال. تمام. طب ما هنا لما اجي احط الار تحت كده في في هتبقى حاجه على حاجه على حاجه، هتلاقي المساله دي ما بتقفش كده، ما بقولكش هات العلاقه قد ده، انا بديك كمان ارقام بحيث ان انت تسهل على نفسك، تبقى في الاخر السي بتاعتك بتساوي رقم رقم زائد ناقص مضروب في قيمه التي وقيمه الال. يعني السي هتبقى في الاخر فانكشن في التي وال. تمام تمام. انتوا مش عايزين الجزء ده يجي في الميد تيرم ها صح؟ مفيش وقت يتذاكر، عشان ما تجيبوش في الميد تيرم هنزل لكم النهارده الشيت بتاع الكاباسيتي، هتلاقوا فيه سؤال فايند ذا ريليشن دي، ومكتوبه جواها مكتوب جواها، هوريكم المساله استنوا. شايفين الشيت؟ شايفين الشيت؟ ايه يا الاء؟ عايزنا نعمل derivation للrelation between a cost لtransporting one ton of wheat for l kilometer transport distance. يعني هو عايزني استنتج القانون ده. كملي. And turn around time اللي هو T. And turn around time per day. If the rolling stock capacity. عارفة لو ما كانش كاتب النوت دي ما كنتش عارف. مش هعمل عايز نعمل. ومديكي ايه بقى؟ ومديني بقى القيم اللي عوض بيها بعد ما استنتج القانون. لا، انت هتحطي الاول القيم ديت في القانون، في القانونين، تاخدي قيمة الكيو اللي هتطلع في الاخر هتبقى رقم على T. تاخدي الرقم اللي على T ده تحطيه فين؟ القانون الكبير الأولين. طيب لو عملتوها النهاردة واتبعتيت لي النهاردة الجزء ده، هنحط عليه درجة كويز وهنحطه، مش هنجيبه في الامتحان. ايه رأيكو؟ تمام. ايه رأيكو؟ حلو الديل ده؟ تمام. لو عملتوا لي ريليشن بالأرقام اللي موجودة في الشيت، يعني اللي هي مسألة الشيت اللي هنزلها لكم دي، عوض وقولي ان سي بتساوي، عايزه في الاخر سي فانكشن في ال والتي. انتوا كام واحد؟ اقول لكم 27.
حلوين أوي، حلوين جدا، حلوين جدا جدا جدا. نعمل attendance كده. ألا اكتبي بقى الغياب. نعمل لو 27 بعتولي النهاردة 27 على الشيت على بخط ايدك. على فكرة انت بتستنتج علاقة. لو اتبعتلي 27، لو اتبعتلي 25 مش هجيب الجزء ده في الامتحان، بس هيجي في الفاينل يعني ان شاء الله. تمام. طيب زي ما قلنا العلاقة دي ما ينفعش تطلع إلا لو اداني النوت بتاعة الرولينج كاباستي. تمام. الرولينج ستوك كاباستي بتاعة القمح المنقول بتساوي الترانسبورتد ويت بتاع الفعلي اللي منقول من المينا للصومعة. كل الكلام اللي فات مبني على حفظ المعادلات. والله حفظت المعادلة، بصيت في السؤال، طلعت الفاكتورز، ترجمتها زي ما احنا عملناها، حليت المسألة. بس هو في مشكلة صغننة أو حاجة بسيطة قوي، إن أنا لو اديتك example، الexample دوت فيه أكتر من variety أو عندي كذا alternative للنقل ما بين مواني وصوامع، يعني مش مينا واحد لصومعة واحدة وخلصنا. لو حاجة واحدة خلاص it's okay، أنا ما عنديش فيها مشكلة، أحط القانون بتاعي وعوض وخلصنا. طب لو ثلاثة، لو ثلاثة alternative مثلا، لو ثلاثة ports اشتغلت عليها، لو أربعة، لو خمسة، هتقعد تعيد القانون كذا مرة. قالي لا بقى عندنا طريقة حل ظريفة قوي قوي عايزين يعني نبص عليها. بيقول لي انت عندك قمح هيتنقل من مينا لثلاث صوامع مختلفة بناء على الجدول اللي محطوط قدام حضرتك. الجدول ده بيوريكي ال بتاعتك، الترانسبورت ديستانس بتاعتك، بيوريكي التيرن اراوند تايم بتاعك، ومديكي نسبة القمح المنقول في كل لكل صومعة. يبقى هنا دي كيو، بس الكيو في نسب، يعني 0.33 من الكيو الأساسية اللي أنا مش عارفة هي فين أصلا. وبيقول لي احسبي لي بقى للتلاتة alternatives اللي عندك دولت الأفريج ترانسبورتيشن ديستانس، واحسبي لي رولينج ستوك، واحسبي لي أفريج تيرن أراوند تايم، وقولي لي بقى أني أحسن واحد اقتصادي في التلاتة دول. والله كده الموضوع كبير، كده الموضوع كبير. الداتا كاملة هناخدها مثلا من المسألة اللي قبليها، لو تركيب القطارات وي 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 وي، بس هل طبيعي ان انا هشتغل ثلاث مرات؟ بصوا بقى الحل عندي هيبقى عامل ازاي. قالي عشان تجيبي متوسط مسافة النقل اللي هو الافرج بتاع الترانسبورت ديستانس بتاعتك، انت عندك ثلاث الترناتيف. ال ال اي افرج هيبقى عبارة عن سميشن الكيو في ال ال على سميشن الكيو. يبقى ال ال اي افرج للثلاث بدايل هيبقى عبارة عن summation الـ Q في L على summation الـ Q. هي الـ Q أصلاً بكام؟ الـ Q بنسب، الـ Q بنسب، يعني 0.33 دي مفروض إنها مضروبة فين؟ في الـ Q. أنا ما جبتش الـ Q، بس أنت هتبقى عندك داتا في المسألة إنك تجيب بيها الـ Q. طيب نفترض إن إحنا قيمة الـ Q عندنا بـ 2.3 من 10 افتراض، يبقى الـ 0.33 ده مضروبة فيه 2.3 من 10. بس هو already انت هتقسمي هنا على summation الـ Q، فمش هتبقي محتاجة قيمة الـ Q في حاجة هنا. بس in case ان انا احتاجتها هلاقي ان انا عندي فيه داتا في المسألة من بدايتها، انا واخدة جزء من المسألة بس، تقدر تجيب بيه قيمة الـ Q بتاعتك. الـ LA average اللي احنا عايزينها هتبقى عبارة عن summation الـ Q في L على summation الـ Q. طب نجيب summation الـ Q في الـ L. الـ L 180 450 850 جبتيها منين؟ جبتها من الجدول اللي هو مدهاني، هو مديني جدول في البدايه في قيمه ال ال بتاعت كل alternative من اللي عندي. طيب وقيمه الكيو جبتها برده من الجدول، يبقى summation الكيو في ال ال. خد بالك انا عامله لك على اكنها ماتريكس، تمام، كنت عامله لك كانها مصفوفه، بس احنا بنضرب كل واحد
في اللي قدامه، كل واحد في اللي قدامه، يعني ما حدش يحط لي ده على على الكالكوليتر ويحط لي دوت ويضرب الاثنين في بعض، هيضربها لك على الكالكوليتر على انها ماتريكسيز وده غلط، انا حطها ما بين اقواس بس، وكل الترناتيف هيضرب في ال بتاعته، يعني 0.3 3 هتضرب في 180 زي ما انا كاتباها لك كده، 0.55 انا ستيل في الاولاني هيضرب في 180، 0.16 هيضرب في 180، حد على الاله بسرعه او على موبايله يضرب لي 0.16 في 180، شوف هيجيب الرقم ده ولا لا. مظبوط يا دكتور. تمام، يبقى ما ينفعش تتعمل على الاله، لان على الاله لو حطيت الارقام دي وضربتها في الارقام دي هيضربها لك ضرب مصفوفات وده غلط، يعني هيضرب الاولاني في الصف الاولاني في العمود الاولاني ويجمع الكلام ده كله، الكلام ده غلط، انا حطاهم بس ك ك كقوس وباخد كل الترناتيف مع ال اللي قصاده. طب اللي بعديها، معلش اللي قالي مظبوط، يضرب لي 0.33 اللي هي الثانيه ديت في 450، شوف هجيب الرقم ده ولا لا. مظبوط برضه دكتور. وهكذا 0.12 في 450 0.22 في 450، عشان خاطري محدش يضربها على الآلة، محدش يحط لي الأرقام جاهزة على الآلة وتتضرب، غلط. طيب هناخد كل الترناتيف مع ال اللي قصاده ونجيب أقواس للكيو في ال، نعملها سميشن كل الترناتيف مع بعضه، 59.4 148.5 289، نجمع التلاتة دول مع بعض يجيب لي الرقم ده كله مضروب في قيمة الكيو اللي أنا مش محتاجاها لأن أنا هقسم على إيه؟ عليها. نجمع التلات أرقام بتوع الالترناتيف التاني يجيب لي الرقم ده مضروب في قيمة الكيو اللي أنا أوريدي هقسم عليها، عشان كده ما احتجتش إن أنا أجيبها، ولو إن أنا في المسألة دي في بدايتها هتجيب قيمة الكيو، فإن كيس إنك جبتها وضربتها هترجع تاني تحت تقسمها عليها فما فيهاش اي مشكلة. بقى عندي البديل الاولاني متوسط مسافة النقل ليه 496.9 كيلو، والبديل التاني كذا والبديل التالت كذا. لو انا هختار ما بين التلات بدايل دول هختار ما بينهم بناء على متوسط مسافة النقل مش اقتصاديا، لو انا هختار ما بين التلات بدايل دولت على اساس متوسط مسافة النقل هختار اني بديل في التلاتة وليه؟ باشمهندسين انتوا عندكم حاجة الساعة 10؟ ما اعتقدش صح؟ باشمهندسين انا صوتي فصل ولا ايه؟ انتوا مالكم بتناموا ليه مني كده؟ حضرتك الموضوع صعب؟ لا ازعل منكم، ما نفوق كده ولا عشان صحيين من بدري؟ انجي الاء مارك هناخد الاقصر انا هخلص لكم خلاص. الاقصر قصدي. شاطر، انت مين؟ محمد عادل. محمد بيقول ايه؟ هناخد اقصر مسار. عيب عليكم يا باشمهندسين طلبه المشروع ده، احنا بنقول اول حاجه اخترناها في الايه؟ في المسار بتاعنا ان هو يكون ايه؟ اقصر مسار. طيب ما بتردوش ليه بقى عليا؟ ليه مش بتردوا عليا؟ انا ليه مش بتردوا عليا؟ لا ما تكتبيش انا بهزر، خلاص مش عايزه، ركزي معايا يا حبيبتي. ماشي، يبقى انا هنا هختار اقصر مسار. لو هو طلب مني اختيار البدايل او اعملي شوفي لي انسب بديل بناء على متوسط مسافه النقل، يبقى انا هختار ايه؟ هقول له البديل التاني هو ايه؟ انسب الترنيتيف. للمره المليون وهفضل اعيد وازيد فيها وهتغلط فيها في الامتحان، ودي بتبقى فيتل ميستيك، ما بكملش المساله. احنا بنضرب كل الترنيتيف في اللي قصاده، ما تحطهاش على الكالكوليتر، ما تحطهاش على الاله الحاسبه، الاله الحاسبه بالشكل ده هتضربها على كانها ماتريكسيز وده غلط. اتفقنا؟ طيب يبقى متوسط مسافة النقل هناخد السميشن بتاع الكيو في ال على سميشن الكيو. في البداية قلت لك انت مش محتاج انك تجيب قيمة الكيو، فخدنا النسب علشان انا كده او كده هقسم ايه عليها، وطلعنا
متوسط مسافة النقل للثلاث بدائل. هو كان طالب ايه بقى في المسألة؟ معلش عشان نسيت. كان طالب ثلاث حاجات: متوسط مسافة النقل، الرولينج ستوك، افريج تيرن اراوند تايم، وحدد لي انسب بديل اقتصادي. طيب اوكي، انسب حجم اسطول، انسب رولينج ستوك. قانون بتاع الرولينج ستوك الوحيد انا ما عنديش غيره، ان الكيو بتساوي رولينج ستوك في دبليو في 365 في نسبه الصيانة، وهو مدهين. يبقى رولينج ستوك عباره عن كيو في تي على رقم. يبقى احنا عايزين نجيب قيمه الكيو نضربها في قيمه التي اللي هو مدهاني، ونقسمها على الرقم اللي طلع لي منين من المعادله. الرقم ده جه منين؟ ان انا حطيت هنا قيمه الدبليو سي وقيمه الايه، قيمه الايه، نسبه الصيانه، وفي 365. الارقام دي هتبقى جاهزه معاك في المساله. فطلعت قانون يقول لي ان الرولينج ستوك هيبقى عباره عن الكيو في التي على الرقم اللي طلع لي من فوق. طب انا عندي قيمه الكيو وعندي قيمه التي، ما هو مدهاني في المساله، مش هو مديني هنا قيمه التي؟ بس ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه، هو هنا مدهاني بالايه، بالاورز. التحويله الوحيده، التحويله الوحيده اللي ممكن تقابلك في الموضوع ده كله، انك تحول من يوم، من ساعه ليوم، او انك تحول من قرش لجنيه، من جنيه لقرش. انا هنا رحت محولاها بالدايز بقى 2 و5 و7. قولوا لي هو انا عشان احول من ساعه ليوم اعمل ايه؟ طب اليوم في كام ساعة؟ 24. اليوم في كام ساعة؟ 24. عارفين ها ولا مش عارفين؟ 24. طيب قيمة الكيو بتاعتي اللي هي النسب، بصوا خدوا بالكم من حاجة، أنا عملت إيه هنا؟ طلعت قيمة الكيو بره. ليه؟ لأن أنا لما كتبت القانون لقيت إن أنا مش هقسم على كيو، فبالتالي قيمة الكيو اللي انت حاسبها بقى من اول المسألة مفروض تبقى ايه؟ تبقى جاهزة معايا. سي مثلا هنفرض ان هي 2.5 مليون، انت كده كده هتحسبها، فانا سبتها برة لان هي عامل مشترك بين التلاتة الترناتيف والنسب عندي، وهضرب قيمة الكيو في قيمة التي. هضرب ازاي يا باشمهندسين؟ هضرب ازاي يا باشمهندسين؟ يعني الـ 0.66 ده طلع ازاي؟ ها 0.32. طيب معلش بقى، اللي ال 2.31 دي طلعت ازاي؟ 0.67 بكام؟ 7. اوكي نفس الكلام مثلا ال 4.34 دي 0.62 في ايه؟ في 7. عشان خاطري بالله عليكم، الضرب كل alternative في اللي قصاده بإيدك، ما تضربش على الآلة. ضربنا الكيو في التي لكل بديل، يبقى الار الرولينج ستوك بتاعي هيبقى اللي هو القانون اللي احنا لسه جايبينه، الكيو في التي مضروبة في 2.5. ايه اللي 2.5 دي؟ 2.5 مليون اللي هي قيمة الكيو اللي انا لسه قايله لك عليها، اللي انت جايبها في بداية المسألة، على الرقم اللي طلع لك من القانون. فهناخد الارقام دي اللي هي 0.66 نضربه في 2.5 نقسمه على 17739، ونفس الكلام ال 1.5 نضربه ونقسمه، 0.32 نضربه ونقسمه، يطلع لي البدايل الايه اللي عندي دي كلها. نجمع summation 1 2 3، يجيب لي الارقام الاخيره. باشمهندسين انا عايز اسالكم سؤال، هو انا لو كنت اشتغلت الكلام دوت بالمعادلات كان هيبقى عندي كام الترناتيف للثلاث بدايل؟ انتوا عارفين الالترناتيفز دي يعني ايه؟ يعني انا عندي مينا اولاني هيصب في صومعه اولانيه، وعندي مينا اولاني هيصب في صومعه تانية، وعندي مينا اولاني هيصب في صومعه تالتة، وعندي مينا تاني هيصب في صومعه اولانيه، ومينا تاني هيصب في صومعه تانية، ومينا تاني هيصب في صومعه تالتة، وعندي مينا تالت. مش انت عندك بدائل مختلفه للثلاث صوامع؟ فبالتالي هتشوفي ايه انسب مينا يصب في اي صومعه. فاكنك هتشتغل المعادلات بتاعتك كام مره؟
تسعة مرات، ثلاثة في ثلاثة. هل الكلام ده منطقي؟ لا، أنا هكتب لك قانون وعوض واكتب لك أرقام. إحنا مهندسين نسهل على نفسنا ونسهل طريقة الحل بتاعتنا. بدل ما عيد لك القوانين كلها لكل الحاجات تسع مرات واجي أجمع في الآخر ما أعرفش أجمع واتلخبط، فأنا هحطهم لك تحت بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة عشان تعرفي تحليها. واحد اتنين تلاتة، جمعت للبديل الأولاني طلع رولينج ستوك بتاعه كذا، البديل التاني بكذا، والبديل التالت بكذا. تمام؟ يعني بدل ما حل تسع مرات واكتب لك تسع حاجات، أنا بكتب لك تسع أرقام بس. أنسب حجم أسطول، حطيت القانون بتاعه، عوضت بالحاجات الجيفن اللي عندي، طلعت لي سوري قانون بسيط قوي. القانون ده عبارة عن الريسن ما بين الكيو والتي مقسوم على رقم، وأنا عندي الكيو already وعندي التي، هضربهم لك في بعض. طريقة الضرب يا باشمهندسين للمرة المليون، ما تضربهاش على الآلة، تضربها البديل الأولاني في الأولاني، الأولاني في الأولاني، الأولاني في الأولاني، وهكذا. جمعت جبت لك الايه الأفرج بتاعهم في الآخر. اللي بعديه عايز يحسب الأفرج بتاع دورة العربية في اليوم، التي أراوند تايم. التي أراوند تايم زيها بالظبط زي ايه الال أفرج. التي أفرج زي الال أفرج. الال أفرج جبناها من القانون كيو في ال على كيو. طب هنا أنا عندي رولينج ستوك جاهز، يبقى سميشن الرولينج ستوك في التي على الرولينج ستوك، سميشن الرولينج ستوك في التي على الرولينج ستوك. فين سميشن الرولينج ستوك؟ أهو، مش لسه جايبينه حالا؟ أهو أهو، شايفين الماوس بتاعتي رولينج ستوك أهو أهو. ناخد الجدول ده نضربه في قيمة التي. اضرب لي كده 93 في 2 تمام مظبوط. هو ده أول واحد ده؟ هو ده؟ هو الميز دوت منين؟ ماشي، يبقى سوري القانون بتاع التي بتاعنا عبارة عن summation rolling stock في تي على summation rolling stock. summation rolling stock sorry rolling stock في تي لسه حالا عاملينه اهو قدامي جاهز. يبقى اللي احنا مجهزينه ده هنضربه في الايه في قيمة التي، يجيب لك summation rolling stock في التي. هجمع اجيب السميشن بتاعهم، اقسم السميشن ده على ايه على rolling stock اللي هي 660 دي. طب معلش يا باشمهندس 3600.5 على 660.9 اللي هو الرقم اللي جبناه من هنا، يطلع بالرقم ده؟ مظبوط يا دكتور. حد وقع مني في حاجه؟ شويه بس ضربات، شويه ارقام، ركز علشان عينك ما تتلخبطش. بس مش طالبه منك اكتر من كده، ولا انك تعملي معادلات تسع مرات ولا ولا ولا. معادله واحده سميشن كذا في كذا على كذا، اوريدي الحاجات جاهزه عندي خلاص اهم. وهم هم جبنا منين الجدول ده كله؟ جبناه من الخطوه اللي قبليها. هو كان طالب مني اصلا الرولينج ستوك، فخدت الجدول بتاع الرولينج ستوك ضربته في الجدول بتاع التي، طلع لي الرولينج ستوك في التي. جبت لهم السميشن، قسمت السميشن بتاع الرولينج ستوك في التي على سميشن الرولينج ستوك. طب سميشن الرولينج ستوك اللي هو 660 ده جبتيه منين؟ من الخطوه اللي قبليها على طول اهو، قسمتهم طلعت لك بالدايز انت عايزه وقت قد ايه لغايه ما تخلصي نقل حضرتك. تمام يا باشمهندسين. اخر سؤال كان بقى حدد لي انسب بديل اقتصاديا. اقتصاديا يعني فلوس، اقتصاديا يعني فلوس. السي هتبقى عباره عن summation الكيو في الال في سي على summation الكيو في الال. السي هتبقى summation الكيو في الال في سي على summation الكيو في الال. دي هتروح مع دي تضل لي ايه قيمة السي. طيب انا هجيب السي منين اصلا؟ لو اداك الجدول خير وبركة، وهو مديني الال هقدر اطلع السي على طول. طب لو مش مديني الجدول هيبقى ايه؟ لو مش مديني جدول هخش في القانون،
بس هتضطر تعيد القانون 3 مرات. معلش، بناء على الداتا بتاعت كل ايه بديل، بناء على الداتا بتاعت كل بديل. اذا كان هو مديني جدول فخير وبركه، هخش بالجدول اطلع على طول قيمه السي. ما ادانيش الجدول، انا مضطريه ان انا من العلاقه الكبيره بتاعت السي اخش اجيب ايه قيمه السيهات بتاعتي. ناخد بالنا بس من حاجه، المسائل الطويله اللي زي دي هي دي اللي بتيجي في الامتحان مبدئيا، بس الجزء بتاع السي المساله دي بدايتها الريليشن اللي انا طلبتها منك. فالريليشن اللي انا طلبها منك هتلاقي في الاخر ان انت عندك سي بتساوي كذا في ال على تي، سي بتساوي رقم صغير في ال على تي، فهتعوض في الرقم ده على طول، هتعوض في العلاقه الصغيره على طول، مش هتضطر انك تخش في العلاقه الكبيره تاني. حد مجمع معايا؟ المساله دي بدايتها define the relation اللي انا طلبتها منك، ففي الاخر هتلاقي ان انت بتجيب علاقه السي بتساوي رقم صغير زائد ال على تي، فانك تعيد تحط ال والتي بما يناسب الثلاث بدائل اللي عندك تطلع الثلاث ارقام للسي على طول. يعني اقصد مش هتضطر انك تخش في العلاقه الكبيره بتاعه السي. طلعت قيمه السي هضربها في الكيو في ال، هي فين الكيو في ال دي؟ باشمهندس اللي كان بيحسب معايا ممكن تضرب لي 59.4 اللي هو الجدول بتاع الكيو في ال 59.4 في 35.7 2121.47 هي دي؟ مظبوط تمام. يبقى الرقم ده جه منين يا باشمهندسين؟ خدت القيمه بتاعه السي ضربتها في الجدول بتاع الكيو في ال، كل قيمه بما يقابلها من الترناتيف، يعني ال 99 دي هتضرب 35 تجيب لي الرقم ده، وهكذا وهكذا وهكذا. هجمع اجيب السميشن اللي هو الارقام الكبيره دي تتقسم على سميشن الكيو في ال، هو فين سميشن الكيو في ال؟ اهو. لو 496.4 يبقى اخد الرقم الكبير اللي احنا كاتبينه ده، انا حتى كاتبها لك اهي، ال 31.8 دي جت منين؟ من السميشن الثلاثه دي ال 15 وشويه على 496.9 تطلع لي ثلاث ارقام. اني انسب بديل بقى؟ هو طلب منك ان انت تديترماين افضل الترناتيف، انسب بديل هو اقل تعريفه ايه؟ نقل. دي 1 2 3 طلع ان ال 31.05 هو اقل واحد، يبقى 3 انسب بديل، نعمل عليه علامه صح، نعمل عليه دايره، نكتب ان هو انسب بديل علشان هو اقل تعريفه نقل. طبعا انا عارفه ان انتوا فصلتوا، وعارفه ان انتوا صاحيين من بدري، وعارفه ان الموضوع تقيل. هو للاسف مش تقيل، والله فعلا هو مش تقيل، هو الموضوع بس عايز من حضرتك ان انت تحل بايدك علشان تعرف تحفظ القوانين الاول، فبالتالي تقدر تحل بايدك. ماشي يا باشمهندسين؟ ان شاء الله ان شاء الله اول سكشن بعد الميد تيرم هخلي الباشمهندس يحل معاكم مسألة كاملة على الجزء بتاع القمح. بس استأذنك ان انت ما تاخدش الموضوع ده بالذات ان هو زي مثلا التايم تيبل ده انا هشوف حاجة قدامي وهطبقها، لا، انا ده لازم يتحفظ، القوانين تتحفظ كويس قوي عشان اللخبطة فيها بفورة. انت خدت بالك ان احنا كل حاجة بنستخدمها مبني عليها اللي بعديها، كل خطوة بنعملها بيبقى مبني عليها اللي بعديها، فمش عايزين نغلط في أول حاجة لأنها هيبقى مبني عليها إيه كل حاجة بعد كده. تمام يا باشمهندسين؟ الموضوع إن شاء الله مش صعب، ويعني محتاج بس زي ما بقولك أنت تشتغل بإيدك. مجرد ما أنت اشتغلت بإيدك يعني فعلا فعلا الموضوع مش هيبقى فيه أي مشكلة. في حد عنده أي سؤال؟ في حد عنده أي استفسار؟ ها؟
في حد عنده اي سؤال؟ المسألة اللي احنا كنا لسه بنحلها اهي، اللي هي المسألة الكبيرة دي، مسألة امتحانات جميلة قوي دي. مسألة دي في البداية طلب منك ريليشن، عشان كده بقول لك في قيمة السي وانت بتطلعها هتلاقي ان انت مش بتاخد المعادلة الكبيرة، هتاخد ان انت بتاخد معادلة صغيرة قوي تعوض بيها ثلاث مرات تطلع قيمة السي، والنسب موجودة عندك والحاجات كلها. تمام يا باشمهندسي؟ تمام يا دكتور. والله انا عارفه ان انتوا وقعتوا مني خالص، انا عارفه، انا متاكده من حاجه زي دي اصلا. استاذنكم نذاكر كويس علشان خاطر الميد ترم. جزء بتاع القمح ده مش هيخش، بس مش هيخش الا لو عملتوا الريفيجن النهارده. لو عملتوا لي الاثبات وتبعت لي النهارده مش هدخله في الجزء بتاعه. هننزل لكم دلوقتي الشيت ان شاء الله على الام اس حالا، و لو حد عنده اي سؤال اي استفسار انا معاكم. حاجه لو حتى ملهاش علاقه بالقمح، لو حد عايز يسال في اي حاجه انا تحت امرك. حد عايز يسال في حاجه؟ مذاكرين كويس يعني عشان الامتحان؟ انتوا انا حسبتكم ان انتوا بتتفاعلوا معايا وبتردوا عليا ولا ايه؟ مالكم؟ حضرتك يا دكتور ان شاء الله نايمين. والله يا دكتور والله انا عارف. لا والله ما حضرتك مش عايزه تسالي في حاجه. لا شكرا لحضرتك بجد. طيب عموما لو في حد عنده اي سؤال في المنهج عموما يعني، حتى احنا مع بعض لغايه يوم الاربعاء الصبح. هنجيب ورقة خارجية نحل فيها. تمام باشمهندسين؟ هنجيب ورقة خارجية نحل فيها. تمام. هنجيب ورقة خارجية نحل فيها. هنجيب ورقة خارجية نحل فيها. طيب لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أنا معاكم. هرفع لكم الحاجة بتاعت الكاباسيتي دلوقتي على الـ LMS. محاضرة المرة اللي فاتت مش هتترفع غير بعد الميت. اتفقنا؟ دكتور؟ نعم. بتاعت المرة اللي فاتت جاية في الميت؟ يس. طيب تمام. طب بالنسبة للسؤال اللي هنحله ونبعته لحضرتك، السؤال رابع في الشيت؟ رابع في الشيت؟ يعني شوفه. اه تقريبا. مش عارفة رقمه كام. ما هنزله لك على القلم اس حالا وانت تجرب تشوفه. شكرا يا دكتور. ماشي يا باشمهندسين، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ان شاء الله كده بالأيام المفترجة دي ربنا يسهلها لكم في الامتحانات وتحلوا كويس بإذن الله. شكرا يا دكتور. ماشي يا باشمهندسين، أشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.